مرحبا، حيا 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 ورحب بالجميع. مشتركين متابعين قناة أحمد حجر رئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع فوق العين وفوق الرأس. يا مرحبا، حيا 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 حيا. مرض جدري القرود، مرض القرود هذا أخضر مرض، أخضر مرض، هذا أخضر من أي مرض في العالم، هذا مرض جدري القرود. فانتبهوا وما عاد تخرجوا من البيوت، وحجر صحي وحجر بحجر الله لازم تخرجوا من البيوت ابدا. هذا حق القرود، هذا ما يصافش، هذا ما عاد تلعن يعني، يقع فيك المرض ويطلع فيك الحبوب وتقع محبب هكذا ملن حبوب، عندك محبب ساعة تاير تكون تلف هكذا وتزيط، يعني مرض. فانتبهوا. طبعا من اعراضه الحمى، حمى شديده، صداع، حراف، ما فيش راتب فوقك، إيجارة لصاحب البيت، لصاحب البكالة، للناس كلهم، هذه أعراضه. إذا جاي من الأيام هكذا وانت حراف ما بجيبك ولا ريال، إدراء أنقذ فيك يعني جدري القرود، إن قدكرت إدراء على طول، إنك قدكرت خلاص، يبدأ تنبع تنبع في التيوان حق بيتكم كذا، قه قه قه، تنبع كذا ويتحك حك قه قه تمام، وبدأ علاجك الزعقة قه تمام، وموز موزة ضروري تزيد خلاص، عاد تبدا تقع قرد خلاص، وسير برع، تعرف برع، سير برع هناك، تنفع بين البروت هناك على طول، عاد تدخل برع ويتعرفوا عليك هذاك عندهم، اطلع عندهم هناك في السيستم في القايم عندهم، نقدك قرد طالما مش معك راتب، وطالما انك حراف، وطالما انك منتوف، وفوقك ايجارات، وفوقك اصحاب البكاله، وخلاص ادري نقدك ربح خلاص، ما عاد فيها صفات. ايوه الان ما عرف معاهم حكايه، قدم يشتوا زلط جديده، يشتوا فلوس جديده، لان التجار يشتوا يعني يقدقدوا من جديد، تجار الادويه وتجار الكذا وهؤلاء وتجار الحروب، تجار الحروب نعم، قدم يشتوا يقلبوا بني ادم قرد علشان يبتزوا علاجات وكذا، ما ادري ما هو قلبني الله، لا بالله مرض قرود، ولا بمرض دمم، ولا بمرض كلاب، ولا بمرض دمم، ولا بحاجه، معنا مرض وحوش بشرية، وحوش بشرية، هؤلاء الذي بينهبوه، والذي بيبطشوه، والذي بيسرقوه، والذي بينهبوه، هؤلاء هم أكبر مرض، أكبر وباء، أكبر وباء، هؤلاء هم أكبر وباء، هؤلاء هم المرض الحقيقي، هؤلاء هم السرطان. أما الأمراض الباقي ما جاء من الله حيا به، واحد يكون حريص وما جاء من الله حيا به، وذاك شغلونا كورونا، ما فيش لا كورونا ولا كورولا ولا كامري ولا إيكو، تمام إيكو بيخو. فلذلك يعني خلوا نفوسكم حريصين جدا. ايوه ايوه، الشعب اليمني هذا دريو منين جوله، دريو منين جوله، الشعب اليمني هذا كفي، هذا كفي الهو يلهي يدخل في وادي ثاني خلاص، ده عند غالبيه الناس هكذا يكمل يذبل، اليمنيين يكمل يذبل بعد القات ويصير يتمرع كذا، ويقول لمرتك كذا انا صح القرد، قلت في شبه بيني بين القرد، ها ها اذا قلت فيني المرض، يا ها حبيبي يقول له يا حبيبتي، يقول له يا حبيبي قه قه، ويتنبع ويتنبع بعده، وقدم قرود الاثنين، الاثنين ولا الثلاث ولا الربع، انا ارجع انبي الكل. وقال لك المرض هذا ينتقل عبر الحيوانات، يعني الكلاب والكذا، عبر الرذاذ التنفسي، الرذاذ التنفسي طبعا، ما الكلب يحفحف ويخرج رذاذ، وانت تقعي ويدخل الرذاذ ليك، ودقع قرد على طول، على طول دقع قرد، والكلب يجلس يتكركر، الحيوان هذا يجلس يتكركر، قلت كلب تكرت. الكلاب ملان أمانة العاصمة، يا مختصين يا مسؤولين يا ضحاطيح، الكلاب 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 المسمم والمسعور ملان 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 والله العظيم. الشيخ خرج السيارة حكي، ما قدرش يخرج، خرجت لي كلبه، قالت لي عاد سيارة، عاد انا ولدت عادي، ولدت كلبه، ولدت تحت السيارة، حكها الذي الكلاب الذي ولدتن، واحد في الكربة يتر، واحد قد بيسوق، واحد طريق طلعت وقد بيسوق وبيسمع بسمه شريط، بيسمع أغنية لأليسا، يعجبها أليسا، هاي بسرش كوسكسي، يعجبها أليسا هذا تمام. الكلاب ملان الشوارع، ملان الحارة، تخاف والله، استحوا 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 استحوا، ايش ايش من مسؤولين، ايش من حكومة، استحوا الكلاب الكلاب والهذا والوحوش وال أمان. في حارتنا ما عاد نشكل، قدن أسود، أنا لقيت أسد في حارتنا، لقيت أسد
حط سيجاره في جيبه، علق سعدي في الذاعه، عاد مسيري يسوق القات. اسد ما عادش كلب، امان لا ياكلني، لو يشعب لا ياكلني، وقلت كان ياكلني. وغير عرفني احمد حجر وقيس، قال لي رقيف، قلت ايوه رقيف، ورجع دعم مسك بره كذا، اكل واحد ثاني. استحوا استحوا يا مختصين، معاكم كذا والمنظمات بدنا هذا، وقع لكم بدا في العو يعني كذا وايرادات. كلاب كلاب ملان الحارات، ملان الحارات كلاب وسامه وكذا و... يعني ولا حاجه ولا بتتوحى يعني اسعار هذا ولا ولا ومطنشين، ما بتحسوش بباب يعانوا الناس والمساكين والبسطاء. فقال والله اخاف والله. مسؤولين مسؤولين الان عينوا مسؤولين. انا داخل صنعاء مسؤولين ومدراء شركات ومدراء هيئات، وما بيداومش ما بيداومش، تخازين وبحاجين طول الليل، وفيلم في جحر فيلم ذاك الفيلم خلاص ورقدين طول النهار، والناس بيجوا بالمعاملات يرجعوا بالمكتب الساعه. استحوا استحوا يا اخي استحي، مشان تساتر تبع مسؤول وتوقع وتمشي اوراقه وعملت الناس خلاص. عيب عيب عليكم، عيب 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 دايما وخلفنا بابا ما فيش فايده. انا تعبت احمد حجر، تعبت انا تعبت، الله يفرجها من عندي.